الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مالي وللدنيا ومالي الدنيا ومالي، إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل رجل صار في يوم شديد الحر فاستظل تحت شجرة ساعة ثم راح وتركها. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر يقول: ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. مية، يعني عايز أقول في الآخر الدنيا قصيرة يا أخوانا، وساعات. قال: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم، فاسأل العادين. قال: إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. سئل نوح وهو يموت، وهو أطول الأنبياء عمرا، فقيل: يا أطول الأنبياء عمرا، كيف وجدت الدنيا؟ قال: كدار لها بابان، دخلت من أحدهما وخرجت من الآخر. 950 سنة وفي الآخر، طب ما الباقي وما الأمل؟ والدنيا الصعبة اللي احنا عايشين فيها دي، اللي مليانة مشاكل وألام وأحزان، في ايه بعد كده؟ في الجنة. ما تيجوا كده في اللحظات بين الركعات، وسبحان الله آخر آية صلى بها الشيخ شعبان: والله يدعو إلى دار السلام. تيجوا نعيش مع الجنة، يعني كده لحظات كل واحد يتخيل نفسه راح هناك. إن شاء الله كل اللي موجودين من أهلها، رجال ونساء، أخواتنا اللي موجودات وولادنا وأبائنا واللي حاضرين، إن شاء الله بإذن الله بإذن الله كل من معنا وكل صائم إن شاء الله من أهلها. تعالوا نروح. احنا الوقت فين؟ احنا على باب الجنة. شايف الباب؟ اول مرة تشوف باب الجنة. يا ترى الوانه ايه باب الجنة؟ يا ترى طوله قد ايه؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وان باب الجنة، وان فتحة باب الجنة كما بين مكة والشام. ده الباب. طب ما للجنة ايه؟ عرضها كعرض السماوات والارض. يعني ده الباب. وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم، لا انت لما تسمع كعرض الباب من مكة للشام تقول ايه؟ ده هيبقى فاضي خالص، ده انا هروح كده لوحدي. يقول النبي: وانه سيتزاحم عليه. يعني ابشره في مليارات من اهل الجنة من امتنا ومن الامم اللي قبلنا. فتخيل بقى انت جاي على باب الجنة، شايف الباب؟ اخيرا شفت الباب. انت جاي منين؟ انت معدي من فوق الصراط، يعني من قمة الرعب تحت الجهنم، والصراط أدق من الشعرة وأحد من السيف. وتخيل بقى أنت جاي من بعيد وشايف من بعيد باب الجنة هناك، وقلبك ما بين الرعب وما بين الأمل. دي اللحظات الأخيرة قبل الاطمئنان، لدرجة يعني أحد العلماء يقول: لا طمأنينة حتى تعبر الصراط. عبرت الصراط خلاص، انتهى الألم وانتهى الخوف وانتهى الجزع وانتهت الدنيا وانتهت المخاوف والنار، خلاص عبرت، انت عديت الصراط. والنبي يوصف لك في عبورك للصراط فيقول لك: منهم من يمر كالبرق، عارف البرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالراكب الجواد اللي راكب عربية سريعة، ومنهم من يمر زحفا، ومنهم من يمر حبوا، كل واحد وأعماله. المهم أنك عبرت، المهم أن أنت مريت حتى وصلت الآن أنت على باب الجنة. مين معاك؟ شايف مين الأول؟ شايف هناك أول مرة تشوف النبي صلى الله عليه وسلم، وهو سيدنا أبو بكر وهو سيدنا عمر. وتخيل وانت شايفهم لأول مرة واقفين، مش النبي صلى الله عليه وسلم جه في المسجد النبوي في الروضة وقام ماسك ايد ابو بكر بيد وعمر بيد وقام رافع الايدين وقال: هكذا نبعث يوم القيامة. فتخيل انت شفتهم كده اهم مع بعض ماسكين في ايدين بعض، وانت شايفة مين؟ اهي السيدة عائشة هناك، اهي، وادي السيدة مريم، وادي السيدة خديجة، وادي اسيا مرات فرعون. شايف مين موجود على باب الجنة؟ وادي سيدنا ابراهيم، جدك الكبير سيدنا ابراهيم، وادي اسماعيل الذبيح، وادي موسى، وادي نوح، وادي ادم ابوك على باب الجنة. انت جاي بقى، يا ترى انت في الصفوف القدمانية ولا جاي ورا؟ كل واحد وعمله بقى. يا ترى انت فين؟
فتخيل بقى اللحظة، وبعدين ادي الحمد لله ابوك وامك جمهم، الحمد لله ابويا وامي نجوا، وتخيل حضن اللقاء، وحشوك، ماتوا من زمان في الدنيا وفرقتكم الايام، ويوم القيامه شفتهم بس ما حدش فاضل، حد كله بيقول نفسي نفسي، النهارده بقى اول حضن بجد، وادي ولادك الحمد لله، ولادي نجوا، ذريه بعضها من بعض، الحمد لله العيله كلها كانت موصوله بربنا، وانا ربيت ولادي كويس، ومت وما اعرفش ولادي دول راحوا فين، الحمد لله ادينا كلنا واقفين على باب الجنه عيله واحده. وادي اخوك اللي كان بيصلي معاك في المسجد، فاكر ياما شجعك على الصلاه وصحاك الفجر، على باب الجنه. وتخيل بقى النبي صلى الله عليه وسلم بياخدك من بعيد بيقولك لا انت مكانك قدام، تعالى انت من امتي، انا عارفك، كانت تعرض اعمالك عليا كل يوم خميس، فاحمد الله للحاجات الجميله اللي انت بتعملها، وتلاقي نفسك فجاه بقيت في وسط الصحابه على باب الجنه. تخيل بقى الباب بيفتح الآن، تخيل أول مرة هتشوف الجنة من جوه، أهي أنت لسه ما دخلتش بس الباب بيتفتح، فتخيل فتحة الباب وهوى الجنة جاي على عليك، تخيل وأنت بتشم ريحة الجنة، والنبي في حديث بيقول وإن رائحة الجنة لتشم من مسيرة كام؟ كام؟ 500 عام. لو بينك وبين الجنة 500 سنة ماشي تبدأ تشم ريحتها، تخيل وانت على بابها بقى تبقى الريحة عاملة ازاي، انت على باب الجنة ومشبك بقى في اهلك، العيلة داخلة مع بعضها، العيلة والحبايب، الناس اللي حبوا ربنا، حبوا بعضهم في الدنيا عشان ربنا، ماسكين في ايدين بعض، ويلا داخلين ويتقدمنا النبي صلى الله عليه وسلم، بس قبل ما تخش لسه يناديك الله سبحانه وتعالى يا أهل الجنة، قبل ما تدخل إن لكم عندي 4 أشياء، دي شروط الدخول. هو لسه في شروط؟ لا، الشروط كلها في صالحك، الشروط كلها هتعجبك. إن لكم أن تصحوا فلا تمرضوا أبدا، خلاص ما عادش في كلمة مرض، يعني إيه مرض؟ ما عادش في كلمة مرض. وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، كله 33 سنة سن أهل الجنة، مفيش قمة النضج، ومفيش حاجة يعني مفيش حاجة اسمها حاجز، مفيش حاجة أصل السن بقى، أصل النضارة، أصل شعري شاب، مفيش. إن لكم أن تصحوا فلا تمرضوا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم شروط الدخول، وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، ما يعني إيه موت؟ ما عادش في كلمة موت. وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا ولا تحزنوا أبدا، ما فيش حزن، يعني ما فيش مرض، وما فيش عجز، وما فيش موت، وما فيش حزن. أنا داخل فين؟ ايه المكان اللي انا داخله ده؟ الجنة بس. مش بقول لك دنيا ايه، احنا مكبرين الموضوع يا جماعة، والله العظيم مكبرين الموضوع، احنا شايفين الموضوع مدينه اكبر من حجمه، موضوع بسيط، 60 سنة تنجح في الاختبار، يعني يغلب عليك انك نجحت في الاختبار، لانك هتغلط، اصلك بشر، تنجح ويلا يا عم وروح الجنة واخلص، يعني وكمان ربنا برحمته مخلي لك الدنيا مليانه منغصات عشان ما تتعلقش قوي وانت ماشي، ما تتوجعش قوي، عايزين نروح له بقى ونخلص، خلينا نعدي في الامتحان. تخيل بقى انت داخل الجنه، ها داخل بقى متخيل وانت داخل، طب اول حاجه تعملها في الجنه ايه؟ اول حاجه كده تجري، تسجد، تعيط، مفيش عياط، مفيش زعل، يعني مفيش حزن في الجنة، تكبر، تهلل، يعني صحيح أول حاجة تشكر النعمة إزاي؟ النبي صلى الله عليه وسلم على فكرة بيقول الحكاية دي، بيقول يلهمون التسبيح كما تلهمون النفس، زي ما أنت بدون ما تاخد بالك نفسك رايح جاي غصب عنك طول ما انت في الجنة، الله سبحان الله الحمد لله الله أكبر، مش تسبيح عبادة، تسبيح إلهام، تسبيح شكر، تسبيح سعادة، تسبيح فرحة، تسبيح امتنان، تسبيح حب،
التسبيح انا عملت ايه عشان ده كله؟ ها تخيل بقى النبي صلى الله عليه وسلم بياخدك من ايدك، انت لسه داخل الجنه بقى، بياخدك من ايدك على فين؟ يوريك القصر بتاعك. يا جماعه فقراء الدنيا ملوك الجنه. واذا رايت ثم رايت نعيما وملكا كبيرا. ملوك، ملك ده ربنا اللي بيقول، ربنا اللي بيقول. ها مين اعظم ملوك الدنيا؟ عنده ايه يعني؟ يعني الملك فاروق كان عنده قصر المنتزه، رحتوا قصر المنتزه؟ جميل مش كده؟ كان بتاع واحد، واحد بس، وجت شركة غربية عشان تختار المكان اللي يتعمل فيه القصر في اجمل حتة على البحر. ده ملك من ملوك الدنيا. طب ملوك الجنة ربنا عمل لهم ايه؟ يعني يا ترى القصر بتاعك شكله ايه؟ ندخل القصر بتاعك؟ الصحابة بيقولوا له صف لنا بناء الجنة يا رسول الله. فتخيل بقى القصر بتاعك عامل ايه؟ فبيقول لهم لبنة من ذهب ولبنة من فضة. انت متخيل القصر بتاعك طوبة ذهب وطوبة فضة، ملاطها المسك، المونة اللي مشبكة الذهب بالفضة أحلى أنواع العطور، وحصباؤها اللؤلؤ، الحصى بتاع الجنة لؤلؤ. يعني لما تخبط رجلك في حصاية من الجنة تبص عليها تلاقيها حتة لؤلؤ، تقول لا ما عندنا منها في البيت كتير، وتقوم تقوم رميها. وحصباؤها اللؤلؤ. بس آخر حاجة حلوة قوي، وسقفها عرش الرحمن. انت متخيل لما تبقى قاعد في بيتك كده وتبص على السقف فوق تلاقي سقف بيتك عرش ربنا؟ اخوانا انا لما اقول لكم لو جالك طفل صغير وقال لك، طفل زي الطفل الجميل دون، وقال لك انا عندي ليك حاجه حلوه، هديك فلوس ولا هديك حاجه، تتوقع كم؟ هتتوقع على قد حجمه وعلى قد قدره. اخره كم؟ 50 جنيه مثلا ولا اقل. اخره كم؟ 100 جنيه، على قده. طب لو جالك رئيس بنك وقال لك انت عندك ليه مبلغ كبير، تتوقع كم؟ 100,000 جنيه. طب لو جالك رئيس دوله وقال لك انت عندك ليه مبلغ كبير، تتوقع كم؟ 1,000,000 جنيه. طب لو جالك ملك الملوك وقال لك اعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، تتوقع كم؟ يعني لو رئيس بنك قال لك انا عندي ليك حاجه كبيره بتضرب دماغك فوق، 100,000. طب رئيس دوله 1,000,000. طب رب ملك الملوك اعددت لعبادي الصالحين، وما قالش اعدت الملائكه، اعددت، مش امرت ملائكتي ان تعد، اعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. خلي بالك الترتيب مهم قوي، الاول ابتدى بالايه؟ بالعين مش كده؟ وبعدين الاذن، وبعدين ايه؟ الخواطر. طب ليه الترتيب ده؟ انت شفت قد ايه في الدنيا؟ انا شفت حاجات كتيره، انا رحت السعوديه، رحت مكه والمدينه، ومش عارف وسافرت اوروبا. طب انت رحت امريكا اللاتينيه؟ لا والله ما رحتش امريكا اللاتينيه. طب رحت الصين؟ لا والله ما رحتش الصين. شفت حاجات بس في حاجات ما شفتهاش. طب سمعت عن ايه؟ لا دايره السمع اكتر بكتير، ده انا سمعت عن المريخ، وسمعت عن جبال مش عارف القلب، وسمعت عن القطب الشمالي. يبقى السمع اكتر من الرؤيه. طب خطر على قلبك قد ايه؟ لا خطر على قلبي، خطر على قلبي جبل في الجنة، الجبل دون طلع منه أشجار فاكهة ملقاش آخر جوه القصر بتاع، ولا خطر على قلب بشر. ها شفت قد ايه؟ أكتر. طب سمعت قد ايه؟ أكتر. طب خطر على قلبك قد ايه؟ أكتر. لا كل ده ولا حاجة. أعددت لعبادي الصالحين، الحديث ده رائع، أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت
ولا خطر على قلب بشر. ها اخطر كده امنيه في الجنه، اعلى علي علي، حط اعلى اغنيه نفسك في ايه. ولذلك يا جماعه الايه جميله جدا، الايه بتقول لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. نفسك في ايه؟ طب كده ممكن ربع دقيقه كل واحد يقول امنيه في الجنه. نفسي يعني نسال واحد واحد، بس مش هنلحق يعني، بس على الاقل جواك يعني انا عارف انا نفسي في ايه في الجنه. انت نفسك في ايه الامنيه الكبيره؟ وبعدين خلي بالك ما يشاءون، يعني نفسي في لمه العيله. يا سلام انا والعيله واصحابي وحبايبي في القصر بتاعي في الجنه على النهر، وبنشوي مش عارف وعازمين النبي صلى الله عليه وسلم، وعازمين مع النبي صلى الله عليه وسلم اهل بدر او شهداء احد، ومراتي عازمه زوجات النبي صلى الله عليه وسلم علشان هيكونوا معانا في اليوم دون على ضفاف النهر بتاعي في الجنه. تخيل عندك نهر بتاعك لوحدك، عندك بحر بتاعك، وتخيل انت واصحابك وبعدين تاخدوا المراكب وننزل نتفرج على السمك بتاعك في الانهار. نفسك في ايه؟ نفسي في رحله حول الجنه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وان بالجنه لشجره يسير الراكب الجواد في ظلها 100 عام لا يقطعها. دي شجره. طب ما للجنه عامله ازاي؟ طب لو عملنا رحله حول الجنه تاخد قد ايه؟ في حديث، والحديث صحيح، ان في الجنه سوقا من صور مناظر طبيعيه، عارفين اللوحات بتاعه المناظر الطبيعيه، وان في الجنه سوقا من صور. تدخل السوق حضرتك ومراتك، فايما رجل وامراته اعجبته صوره دخل فيها حتى يعود. انت متخيل؟ يعني رايحين تقضوا شهر العسل مش عارف في الصورة الفلانية، تلاقي نفسك في الجزيرة الفلانية وترجعوا. نفسك في ايه؟ نفسك في الحب، نفسك في جوار النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل انت جار النبي، اوصف لنا بيتك، تاني بيت جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ابو بكر وعمر. تخيل مثلا نفسك في ايه؟ مش بقول لك الدنيا رحلة قصيرة، الدنيا زمن قصير، وعمرك فيها قصير من قصير، واللي باقي في عمرك فيها قصير من قصير من قصير. اقسم أي رقم في الدنيا هتعيش كم سنة؟ 100 سنة. اقسم أي رقم على ما لا نهاية اللي هي الجنة يساوي كم؟ صفر. طب هتمتلك ايه في الدنيا؟ بيت في الشيخ زايد، ومش عارف عربيه شكلها ايه، وفلوس في البنك قد ايه. اقسم على ما لا نهايه، صفر ولا حاجه. انا مش بقول الكلام ده عشان اقول لك ما تشتغلش في الدنيا وما تنجحش، لا، ده احنا هنشتغل وعايزين امه تنهض وعايزين ننجح وبنحلم نبقى في وضع اجتماعي احسن، ربنا امرنا بكده، عمروا الارض. لكن انا في الاخر مش بتاع دنيا. والله يا اخوانا مره بلعب ماتش كورة وجنبي شاب كده، في شباب ساعات بيبقى قلوبهم زي الورد كده، بيبقى قريب قوي من ربنا، نقي قوي. فاحنا بنلعب وجاب جون، كان ماتش ساخن يعني، فجاب جون والناس بقى فرحانة قوي وهو فرحان قوي. والله دون أن أدري، دون أن يدري هو، سمعته وهو فرحان بيقول إيه؟ يا رب زي ما ضحكتني في الدنيا ضحكني في الجنة. قلت الله، قلبه حلو قوي، عينه على الجنة. واحنا صغيرين كان معايا في الجامعة شاب، كل ما يشوفني يقول لي أنا مش بتاع دنيا، أنا بتاع جنة، أنا عايز أمشي وأروح الجنة. مات صغير على فكرة، ما قعدش كتير، يبدو أنه هو كان صادق قوي قوي قوي. أنا بتاع دنيا، أنا بتاع جنة مش بتاع دنيا. وربنا بيقول منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. أنت عايز إيه؟ أنت بتحلم بالجنة؟ نفسك تكون هناك؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم لقاب قوسين في الجنة خير من الدنيا وما فيها. عارف قاب قوسين يعني إيه؟ شايف الكرسي ده اللي قدامي، مساحة ترابيزة أو مساحة كرسي،
لقب قوسين افتح القوس، المساحة الصغيرة دي خير من الدنيا وما فيها. قب قوسين دي يعني تخيل لو انت قاعد في الجنة في مساحة قد مساحة سجادة الصلاة او مكان الصلاة اللي انت بتصلي فيه، ده مساحتك في الجنة ومالكش حاجة تانية. لو مالكش في الجنة اللي دي احلى من الدنيا باللي فيها. الله، معقولة؟ يعني الدنيا بفلوسها بمباهجها ما تسويش متر في متر في الجنة؟ المتر في المهندسين بكام دلوقتي؟ المتر في الشيخ زايد بكام يا اخوان؟ المتر على النيل بكام؟ كتير قوي. المتر في لندن بكام؟ المتر في الساحل الشمالي بكام؟ طب والمتر في الجنة بكام؟ طب تصدق ان المتر في الجنة ارخص من المتر في الدنيا؟ والله واسهل. المتر في الجنة بصلاة التراويح اللي احنا بنصليها دي، المتر في الجنة بركعتين بالليل، المتر في الجنة برحمة أم ترحمها تاخد جنة، المتر في الجنة برجل ماشي في الصحراء فشاف كلب عطشان فسقاه فشكر الله له فدخل الجنة. احنا بنلهث وبنعرق وبنتعب عشان نجيب متر تعبان في الدنيا ويطلع مش حلو في الآخر. طب المتر في الجنة بكام؟ المتر في الجنة برمضان. صدق رمضان يخلص لك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا جاء رمضان نادت الجنة: يا رب اجعل لي في هذا الشهر من عبادك سكانا. يا رب عايز السكان بتوعي الشهر ده يا رب. تخيل. فمن صام نفسه في رمضان، شايف كلمة ايه؟ صام، صوم نفسك. فمن صان نفسه في رمضان كتب له قصر في الجنة، لو أن الدنيا جمعت فجعلت في هذا القصر لم تكن إلا كمربط ماعز في الدنيا. عارف مربط المعز؟ لو جمع لك الدنيا كلها وحطها لك في قصرك يا صايم ما تبقاش إلا كمربط معز في الدنيا. حد مشتاق للجنة كان النبي ينادي في الصحابة ويقول لهم: ألا من مشمر للجنة؟ فقالوا: نحن المشمرون يا رسول الله. فقال: قولوا إن شاء الله. فإن شاء الله تكونوا من المشمرين للجنة. بس أنا هدفي كله في كلمة النهاردة، أنا مشتاق للجنة، أنا عايز أخش الجنة ومتخيلها، مش كلام مش حاسه، لا أنا متخيل النعيم اللي حكون فيه نعيما وملكا كبيرا. إذا كان النبي بيقول صلى الله عليه وسلم إن أدنى أهل الجنة منزلة، بيقول له: مين أدنى أهل الجنة منزلة؟ فقال: إن أدنى أهل الجنة منزلة من يسير في ملكه 1000 سنة لا يقطعه. المزارع بتاعتك والملاعب بتاعتك والأنهار والبحر بتاعك تمشي فيها 1000 سنة ما تخلصهاش. قالوا: يا رسول الله، أذلك أدناهم منزلة؟ فمن أعلاهم منزلة؟ قال: أعلاهم منزلة الذي ينظر إلى ربه بالغداة والعشي. أنت متخيل يا أخوانا؟ أنت لذات الدنيا. أصل بعض الناس تقول لك إيه؟ طب هو إحنا مش هنزهق في الجنة؟ طبعا. إيه الكلام الساذج ده؟ ليه ساذج؟ آه ممكن نزهق في الجنة. يا عم أنت بتزهق في الدنيا ليه؟ لأن اللذات محدودة. إيه لذات الدنيا؟ هم 5 6: أكل وشرب ولبس وفسح وعلاقة رجل بامرأة، وإيه كمان؟ وخلصنا على كده. إنما الجنة ينشئ الله ملايين اللذات. شوف الآية تقول لك إيه؟ لا يبغون عنها حولا، ما عندوش وقت. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل مش فاضيين. ليه؟ ملايين اللذات. لذات زي ايه؟ معرفش. انا اللي انا اعرفه اللي ربنا عرفهن في الدنيا 5، لكن ممكن اللي في الجنة ملايين ملايين ملايين. طب اديني مثل زي ايه؟ زي رؤية وجه الله عز وجل. هي دي شفتها في الدنيا؟ بيقول لك: فما اعطوا لذة منذ خلقوا احب اليهم من النظر لوجه الله الكريم. مش عايز جنة بس انظر، يعني لذة النظر لوجه الله خلاص، مش عايز حاجة في الدنيا غير بس، يعني هي دي أمنيتي. تخيل كده وينادى وانت في الجنة:
يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا، لكم معاد مع الله سبحانه وتعالى. أنت لسه داخل بقى. فيقولون وما هو يا رب؟ فيقولون حي على زيارة الرحمن، هتزور ربنا. فتعد لهم النجائب حتى يصلون إلى مكان، فمنهم من له منابر من نور، ومنهم من له منابر من ذهب، ومنهم من له منابر من فضة. فبينما هم كذلك يناديهم الله تبارك وتعالى يا أهل الجنة سلام عليكم. تخيلوا أنت بتسمع بودانك رب العزة سبحانه وتعالى بيديك السلام، سلام عليكم. فيقولون اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. فيقول الله تبارك وتعالى اسألوني يا أهل الجنة. أنت حضرتك متخيل نفسك هناك وربنا بيقول لك اطلب، فيجتمعون على كلمة واحدة، يتشوروا مع بعض، عايزين ايه؟ ربنا بيقول لنا اطلبوا، فيقعدوا يتهمسوا ويسألوا ها نطلب ايه نطلب ايه، فيتفقون على كلمة واحدة، ارض عنا يا رب فلا تسخط علينا أبدا. فيناديهم الله تبارك وتعالى يا أهل الجنة إني لو لم أرض عنكم لما أسكنتكم جنتي. ما الطلب ده خلص خلاص، ما عدتش، ما فيش حاجة اسمها ربنا زعلان مني. إني لو لم أرض عنكم لما أسكنتكم جنتي، ولكن سألوني يا أهل الجنة فاليوم يوم المزيد. فيتفقون يتهامسون فيتفقون على كلمة واحدة، أرنا وجهك ننظر إليه. فتكشف الحجب فينظرون إلى الله عز وجل. يقول النبي إنكم سترون ربكم كما ترون البدر في ليلة التمام. شوف البدر بعد ثلاثة أيام من النهاردة، إنكم سترون ربكم كما ترون البدر في ليلة التمام. فيناديهم الله تبارك وتعالى. متخيل أن حضرتك هناك وتنظر إلى الله عز وجل، يقول النبي فما منهم من أحد إلا ويكلمه ربه. متخيل وانت واقف تكلم الله تبارك وتعالى، يقول لك اطلب عبدي وتمنى، فلن تتمنى شيء إلا أعطيتك إياه. تخيل انه بيناديك باسمك، اسمك ايه؟ كريم. تخيل وهو بيقول لك اطلب يا كريم، اطلب يا احمد، اطلب يا منى، اطلب يا هدى. يعني ابي بن كعب لما النبي صلى الله عليه وسلم قال له ان الله امرني ان اقرا عليك سوره البينه، فبكى قال يا رسول الله اسماني ربي؟ ربنا قال اسمي؟ قال نعم يا ابي. قال اقال الله ابي بن كعب؟ قال نعم يا ابي. فبكى. تخيل بقى انت واقف، مش النبي اللي بيبلغك، ده ربنا بيقولك، بيناديك وبيقولك ايه يا فلان؟ انا راضي عنك، تمنى واشتهي فلن تتمنى شيء الا اعطيتك اياه. فتخيل بقى وانت بتقوله ايه، ويا رب عايز 50 من الحور العين، ويا رب عايز 10 ملاعب مش عارف كوره، وعايز 100 شجره مانجا بحبها زياده، وعايز 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 ونهر، وعايز 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 وعايز. بص الحديث يقول لك ايه، حتى اذا انقطعت به الاماني، جاب اخره ما عادش عنده حاجه تانية يقولها، قال له الله انك نسيت ان تتمنى كذا، افلا تحب كذا؟ اتحب ان اعطيك كذا؟ الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. حد اشتاق للجنة؟ حد عايز يروح؟ حد هيقدم رمضان؟ ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. ربنا ما بيتاجرش معاكم في سلعة رخيصة، ده بيتاجر معاكم في سلعة غالية. مين ينظر العشرين يوم اللي باقيين؟ فات 10 أيام. مين ينظر العشرين يوم الجايين للجنة؟ قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم إني داع فأمين. يا رب يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. الحمد لله، الحمد لله الذي جعلنا مسلمين، الحمد لله الذي من علينا بنعمة شهر رمضان،
الحمد لله الذي حببنا في الإيمان، الحمد لله الذي هدانا، الحمد لله الذي دلنا على الجنة، الحمد لله الذي أرسل فينا رسولا يدلنا على الجنة، الحمد لله الذي أعد الجنة لعباده الصالحين. اللهم لك الحمد، كيف نشكرك، كيف نشكرك يا عظيم يا كريم يا حنان يا منان يا ودود يا ودود يا ودود يا كريم يا ذا العرش الكريم يا عظيم يا مالك الملك يا مالك الملك. يا رب يا رب اكتب كل من يسمعنا الآن من أهل الجنة يا رب الليلة، يا رب كل من يسمعنا الآن ويحضر معنا الليلة اكتبه من أهل الجنة يا رب. يا رب لا يتخلف واحد منا عن جنة الفردوس. اللهم إننا جئناك في رمضان وحاولنا واجتهدنا وصلينا وبذلنا الجهد، ولكننا قصرنا وعصينا، وأنت الرحيم وأنت الكريم. يا رب رغم ذنوبنا لا تحرمنا الليل من الجنة يا رب، لا تحرم أحد من الحاضرين اليوم أن يكون من أهل الجنة. اللهم اكتب كل من صلى معنا اليوم من أهل الجنة، اللهم اكتب كل من صلى معنا اليوم من أهل الفردوس الأعلى من الجنة. يا رب يا رب تذكرنا الجنة فاشتقنا إليها، فلا تحرمنا بعد أن اشتقنا إليها. اللهم إنك أعطيتنا الإسلام دون أن نسألك، فلا تحرمنا الجنة ونحن نسألك. اللهم إنك أعطيتنا الإسلام دون أن نسألك، فلا تحرمنا الجنة ونحن نسألك. نسألك قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيما وراحة وسعادة. نسألك عيش السعادة وموت الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء. نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح. يا رب نقسم عليك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، وإذا استرحمت به رحمت. نسألك باسمك الأعظم أنك أنت الأحد الصمد، لم يلد ولم تولد ولم يكن له كفوا أحد. نسألك باسمك الأعظم، اكتب كل من بالمسجد الآن من رفقاء النبي في الجنة يا رب. ارحم ضعفنا، اجبر كسرنا، يمن كتابنا، يسر حسابنا، تولى أمرنا، اعتق رقابنا، فك أسرنا، آمن روعاتنا، استر عوراتنا، اغفر زلاتنا، اقبل توباتنا، اخرجنا من الدنيا وأنت راض عنا. حببنا في صلاة الفجر، حببنا في قيام الليل، حببنا في التراويح، اختم لنا رمضان وأنت راض عنا. اعتقنا الليل من النار، اعتقنا الليل من النار، بلغنا الجنة، بلغنا الفردوس الأعلى من الجنة. اعتقنا، ارحمنا، ارض عنا، اشرح صدورنا، حببنا في الإيمان، زينه في قلوبنا، اهدي أولادنا، اهدي زوجتنا. اللهم اكتبنا وكل أهلنا من أهل الجنة يا رب. حرم النار على أجسادنا الليلة يا ذا الجلال والإكرام. أجب دعاءنا الليلة، لا ترد لنا دعوة الليلة. ما من أحد يجلس الآن إلا وعنده عندك طلب وأمنية في الدنيا والآخرة، فأجب حسنة الدنيا وأجب حسنة الآخرة، وأدخلنا الجنة وارحمنا وارض عنا. آمين آمين آمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، وقوموا إلى صلاتكم يا محمد.